7 صباحا بتوقيت الجزائر. مشاهدينا الكرام اهلا بكم في اولى مواعيدنا الاخباريه المفصله لنهار اليوم. بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المنتخب الوطني للريشة الطائرة على إحرازه اللقب القاري، وجاء في الحساب الخاص للسيد الرئيس تحية تقدير لمنتخبنا الوطني للريشة الطائرة على إحرازه اللقب القاري، التتويج بالبطولة الإفريقية للمرة الرابعة على التوالي، إنجاز كبير، شكرا لكم ولكل الأطقم الفنية والإدارية وبقية مشوار موفق بحول الله. هذا وتوج المنتخب الوطني رجال بلقب البطولة الإفريقية للريشة الطائرة الجارية منافستها في العاصمة المصرية القاهرة، بعد فوزه في المباراة الختامية على نظيره النيجيري ب3-2 ليحافظ بذلك على لقبه القاري للمرة الرابعة على التوالي، ويتأهل إلى بطولة العالم حسب الفرق. ولحساب البطولة ذاتها اكتفت سيدات المنتخب الجزائري بالميدالية البرونزية. شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بأديس أبابا في اجتماع وزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان، وهي اللجنة التي تتمثل عهدتها في دعم أطراف الأزمة بهذا البلد الشقيق من أجل تجسيد تعهداتها بموجب اتفاق السلام الموقع في سبتمبر 2018. عطاف أكد في كلمته بالمناسبة على ضرورة تعزيز دور اللجنة وتكثيف أنشطتها في دعم الاستقرار بجنوب السودان، وذلك وفق مسارين اثنين يضمنان ضرورة تحرك اللجنة تجاه الأطراف الداخلية بجنوب السودان وأهمية تعبئة جهود مختلف الأطراف الدولية الفاعلة وحملها على تجديد دعمها لمسار السلام في جنوب السودان. وبالمناسبة أكد عطاف استعداد الجزائر لدعم جمهورية جنوب السودان على درب تنظيم انتخابات تساهم في إنهاء الأزمة وتفتح المجال واسعا لرفع مختلف التحديات التي يواجهها هذا البلد الشقيق بكل فعالية. نشعر بالقلق إزاء تراجع الاهتمام الدولي بالوضع في جمهورية جنوب السودان، والذي ترجم إلى نقص الدعم وحتى تعليق المساعدة المالية لآليات مراقبة عملية السلام الرئيسية. لذلك بالإضافة إلى تشجيع إخواننا وأخواتنا في جمهورية جنوب السودان والضغط عليهم للامتثال لشروط المرحلة الانتقالية ومضمون الاتفاق المنشط، أعتقد أن لجنتنا يجب أن تأخذ في الاعتبار البيئة الإقليمية والدولية المحيطة بالأزمة في جمهورية جنوب السودان. ومن هذا المنطلق فإنني أؤيد تماما الاقتراح الداعي لقيام لجنتنا بإجراء بعثة تقييم وتضامن إلى جمهورية جنوب السودان في أقرب وقت ممكن. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أجرى أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف محادثات ثنائية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة ناليداي باندوغ. الطرفان بحثا تطورات حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونوها بتكامل المساعي القضائية لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، مع جهود الجزائر الدبلوماسية الحثيثة بمجلس الأمن الأممي بغرض تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة. كما استعرض آخر مستجدات قضية الصحراء الغربية وجدد دعمهما للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان ديمستورا، نظير جهودهما الرامية إلى إحياء العملية السياسية لتسوية النزاع بالصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير. كما شكل اللقاء فرصة للتشاور والتنسيق حول أبرز القضايا والمسائل المدرجة على جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 17 و18 فبراير الجارية. أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال تدخله في اجتماع لمجلس الأمن حول التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن والدوليان بسبب الأعمال الإرهابية، أكد بأن الجزائر ستدعم بشكل كبير مساعي مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات خصوصا في الدول الهشة.
لا يمكننا محاربة الإرهاب بالقوة العسكرية وحدها. نحن بحاجة إلى إعطاء الأولوية لبناء السلام والدبلوماسية والتنمية لحل النزاعات. ولهزيمة جماعات مثل داعش نحتاج إلى تعاون عالمي، التعاون مع الحكومات والمجموعات الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهذا أمر بالغ الأهمية. الجزائر وهي تتأهب لاحتضان أحد أهم المواعيد الطاقوية في العالم، القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تسعى إلى تكثيف جهود التنسيق والتعاون مع الشركاء بغية ضبط هذه السوق الحيوية وضمان استقرارها. ومواكبة لهذا المسعى يجس التلفزيون من خلال شبكة المفادين إلى عدد من الدول الفاعلة في هذا المجال نبض سوق الغاز بها ويرصد مقدراتها وكذا تطلعاتها لمستقبل هذه الطاقة. ومن إيران نستطلع مع مفادنا سفيان مقنين القدرات الإنتاجية لأحد أهم منشآت الصناعة الغازية في المنطقة، مركب عسلوية جنوب غرب البلاد، القلب الطاقوي النابض لإيران وموردها الحيوي الأول. في مركب عسلوية الغازي والذي يعد الأكبر على الإطلاق في منطقة الخليج، تقع أكثر من 14 مصفاة بكامل تجهيزاتها وخزاناتها. مهمتها معالجة الغاز القادم من حقل بارس الجنوبي بالدرجة الأولى، والذي لا يبعد كثيرا عن هذه المنشأة الغازية. المهندس هدايات نيان مسؤول عن واحدة من هذه المصافي. نستقبل هنا كميات ضخمة من الغاز تأتينا من أعماق مياه الخليج وبالخصوص من حقل بارس الجنوبي، حيث نقوم بمعالجتها هنا ونقلها لشبكة الخطوط الغازية الداخلية، كما نقوم بإنتاج غازات البوتان والبروبان وغيرها من المنتوجات الغازية والتي تساعدنا في تطوير الصناعات البتروكيماوية عبر المصانع المنتشرة في هذه المنطقة كالبوليمير والمواد الأولية الأخرى الناتجة عن معالجة الغاز والموجهة للتصدير نحو الخارج. قرب هذه المنشأة الغازية من حقل بارس الجنوبي شجع عديد الشركات الإيرانية الناشطة في مجالات تحويل الغاز على الاستقرار بهذه المنطقة، مثل مصنع البوليمير بشراكة إيرانية جنوب إفريقية، وذلك من أجل التصنيع والتصدير بشكل مباشر من هذا الميناء نحو كل بلدان العالم. نقوم عبر هذا الميناء أساسا بتصدير المشتقات الغازية المختلفة بعد معالجة الغاز الطبيعي. هذا الميناء الذي يشتغل منذ 20 سنة يعرف عدة توسعات حاليا، والهدف تصدير المزيد من المشتقات الغازية بعد تحويلها في المصانع البتروكيماوية القائمة هنا مثل الكبريت والبوليمير وغيرها. تتجه السياسة الإيرانية الطاقوية في ميدان الغاز حاليا إلى التقليل من صادرات الغاز الخام والتوجه نحو الاستثمار المتواصل في الصناعات البتروكيماوية، وذلك لتصدير منتجات غازية مختلفة تثمن هذا المورد وتجلب المزيد من العوائد المالية بالعملة الصعبة. قطعنا أكثر من 1200 كيلومتر من طهران إلى هنا لزيارة مركب عسلوية، أكبر منشأة غازية في إيران لاستغلال وتحويل وتصدير الغاز. في هذا الموقع الذي يمتد على طول 40 كيلومتر على ساحل الخليج ويقع بالقرب من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غازي على مستوى العالم، تقوم إيران بتصدير أكثر من 80% من صادراتها الغازية المختلفة نحو الخارج. سفيان مقنين، التلفزيون الجزائري، منطقة عسلوية، جنوب غرب إيران. توفي شخص وأصيب 57 آخرون مساء أمس في حادث اصطدام حافلة كانت تقل مناصري فريق اتحاد عنابة لكرة القدم أثناء عودتها إلى ولاية عنابة. الحافلة اصطدمت بسبع مركبات سياحية بمنحدر ألمانيا بقسنطينة. هذا وفتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.
على الساعة 8:15 مساء تدخلت إسعافات الحماية المدنية لوحدة مصنف عبد الرحمن مدعمة بكل من الوحدة الثانوية سيساوي سليمان، وحدة بومعزة، وحدة قدر بومدوس، وحدة حمى بوزيان، وحدة ديدوش مراد، والوحدة الرئيسية على مستوى منحدر المنيا من أجل حادث يتمثل في اصطدام حافلة كان على متنها أنصار اتحاد عنابة مع 7 سيارات سياحية. للأسف هذا الحادث خلف وفاة لسائق الحافلة رحمه الله و 57 ضحية، حيث قمنا بتقديم لهم الإسعافات وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي. بالنسبة لمصالح الحماية المدنية قامت بنقل 39 ضحية، ومصالح الاستعجالات الطبية قامت بنقل 18 ضحية. نصيحة للسائقين، أمكن لي بلاك يشوفوا لي بلاك ويديروا الحذر تام يهبطوا واحدة واحدة بك، خاطر مش لابطة هذه صعيبة بزاف. هذه البلاصة دونجي سورتو، هذه حي المنيهم كيما الكار هذه يداس 4 عائلات الفوق، 4 طوموبيلات، سما حاجة قراب بلاصة وارة. في تطورات الوضع المأساوي بقطاع غزة، انتهاكات وفظائع لا يفتأ الاحتلال يرتكبها بحق المرضى والكوادر الطبية، حيث ارتقى أمس 4 شهداء على الأقل داخل قسم العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد أن قطعت قوة الاحتلال عنه الكهرباء والماء والطعام واتخذت منه ثكنة عسكرية. وبالمدينة ذاتها استهدفت مدفعية الاحتلال الصهيوني مستشفى الأمل مخلفة أضرارا جسيمة في بنايته. وفيما حذرت محكمة العدل الدولية من كابوس إنساني وعواقب وخيمة في ظل التطورات الحاصلة داخل القطاع، ستشهد اليوم أكثر من 100 مدينة في نحو 45 بلدا حول العالم تظاهرات عارمة ضمن فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع غزة. عواصم كبرى مثل لندن وواشنطن وسيدني وإسطنبول وسيول تشارك في الحدث التضامني العالمي، حيث سترفع الأصوات عالية لنصرة الغزيين وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تطالهم. ومجمع ناصر الطبي مستهدف مثله مثل باقي المستشفيات الفلسطينية التي انتهكت حرمتها من قبل الاحتلال الصهيوني الذي منع المحتمين بداخله من الخروج أو الدخول. مراسل تلفزيون من غزة وسام أبو زيد. لم يعد قلب هذه الحاجة الفلسطينية يتسع لمزيد من الأحزان والألم لما عاشته طوال سنوات عمرها، ورغم ذلك أبى الحزن مفارقتها. غارة إسرائيلية على منزل برفح أدت إلى استشهاد ابنتها وزوجها وأطفالهما، وهم من بين 112 شهيدا استشهدوا خلال الساعات الماضية. طائرات الاحتلال الحربية التي حلقت بشكل كثيف في الأجواء أغارت على عدة منازل بالقطاع وأدت إلى تدمير منازل أخرى في عدد من المحافظات الفلسطينية من بينها خان يونس وغزة والنصيرات وسط القطاع. يعني مدنيين، أنت شايف يعني هنا دمار وهنا دمار وهنا دمار، وفوق في دمار برضو كبير، وفي كمان لسه بنفتش وبندور فيه تقريبا من شهيد الشهادتين مفقودات لحتى الآن يعني. أما هذا فهو أحد الأطباء الذين تمكنوا من الخروج من داخل مجمع ناصر الطبي بخان يونس الذي اقتحمته قوات جيش الاحتلال واستهدفت أقسامه وأجبرت الأطباء على ترك المرضى دون علاج، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين من المرضى. جيش الاحتلال لا يفرق بين كادر طبي و نازح، حتى المصابين داخل المستشفى لا تفرق لديهم. تم استهدافنا بشكل مباشر في الغرف المخصصة لعلاج المرضى، واستهدافنا سواء ككادر طبي سواء كناس نازحين داخل المستشفى. ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزداد الوضع الإنساني تدهورا، خاصة مع إغلاق الاحتلال لمعبر كريم أبو سالم التجاري ويمنع دخول المساعدات. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في مستجدات قضية الصحراء الغربية، وخلال زيارة عمل إلى إيرلندا استقبل أول أمس رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي بالقصر الرئاسي من قبل نظيره الإيرلندي مايكل دانيال هيجنز. الرئيسان تطرقا إلى تطورات القضية الصحراوية وأفاق العمل المستقبلي خاصة في مجال التضامن، حيث جدد الرئيس الإيرلندي موقف بلاده الداعم والمساند لحق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.
وموازاة مع الحملة القمعية التي تقودها دولة الاحتلال المغربي ضد الصحراويين العزل بحرق وهدم مساكنهم وممتلكاتهم بمدينة العيون المحتلة لإفراغ هذه المناطق من سكانها الأصليين من أجل تغيير بنيتها الديمغرافية خدمة لمشاريع صهيونية. منظمات وجمعيات حقوقية صحراوية تستنكر هذه التجاوزات الخطيرة من قبل نظام المخزن. الحملة القمعية الهمجية اللي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في حق مساكن وأكواخ تعود ملكيتها منذ عقود لأبناء الشعب الصحراوي والمتواجدة في الشريط الساحلي التابع للجزء المحتل من الصحراء الغربية. هذه الحملة القمعية اللي تذهب بالدرجة الأولى إلى إفراغ المنطقة من ساكنيها الأصليين وبالتالي تغيير بنيتها الديمغرافية ليست حدث معزول بقدر ما هي استمرار لسياسة تنتهجها سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة. الجمعية تستنكر بكل ما تحمل كلمة المعنى هذه الحملة وتحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية عن كل الآثار التي ستترتب عن هذه الإجراءات اللاقانونية. ما جرى يوم أمس هو انتهاك واضح لمجموعة من المواثيق والعهود والاتفاقيات والمواد واللي من بينها المادة 17 من الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان. بل أكثر من ذلك ما جرى خلال الأيام الماضية هو جريمة حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. رياض الآن وكرويا. تعادل ممثل الكرة الجزائرية فريق شباب الوزداد أمام ضيفه الأهلي المصري بنتيجة سلبية صارت أمس بملعب 5 جويليا الأولمبي لحساب الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وعلى إثر هذه النتيجة يلتحق الشباب يونغ أفريكانز في الصف الثاني 5 نقاط لكل منهما وبفارق نقطة واحدة عن رائد الترتيب الأهلي المصري. كرويا دائما تختتم اليوم مباريات الجولة 17 من الرابطة الأولى المحترفة بإجراء 3 مباريات حيث يواجه اتحاد سوف ضيفه اتحاد بسكرا فيما تستضيف شبيبة الثورة مولودية وهران ومولودية الجزائر تلتقي النادي الرياضي القسنطيني بملعب 5 جويليا الأولمبي. هذا وانتهت مباريات أمس بفوز فريق اتحاد خنشلة على ضيف اتحاد الجزائر بنتيجة 0-1 فيما انتهت المقابلة التي جمعت نادي بارادو بشبيبة القبائل بالتعادل دون أهداف. أما جمعية الشلف فتجاوز ضيفه نجم بن عكنون بهدفين مقابل هدف واحد. والختام بمسحة فنية تضامنية من معسكر في مجمع إبداعي استنطقت فيه القضية الفلسطينية وجداد الفنان الجزائري بمحاكاة تشكيلية تعددت ألوانها وتوحدت رسالتها في لوحة إنصاف ومساندة وانتصار. محمد سلمي. لقد شكلت الفنون البصرية أيقونة النضال والتحرر حيث اقترن اسمها بأعلام كان لهم الوقع والأثر في التعريف بالقضايا العادلة عن طريق لغة الريشة وألوان ذات دلالة ومعان. فالفنان هو يعني الصوت الذي يعكس اللحظات التاريخية الهامة في تاريخ الشعوب. كان عندنا مثلا في تاريخ نحن الجزائر تجارب مع الثورة التحريرية الكبرى قبلها المقاومات الشعبية، كانت الفنون ب يعني مظاهرها المختلفة سواء شعر أو موسيقى أو فنون تشكيلية، كذلك الخط العربي، الزخرفة، النسيج، كل هذه الفنون سيرت هموم الشعوب وبالتالي لا يمكن أن نفصل لا الفن ولا الفنان على القضايا اللي تعيشها الأمة ويعيشها المجتمع اللي ينتمي لهذا الفنان. لاحظوا أنه في الثورة الجزائرية كان فنانين عدة مثل بيكاسو أنه ساهم في إيصال صوت المجاهدات اللواتي كنا يتعذبنا في السجون الفرنسية. ولأن مدينة الأمير عبد القادر معسكر قلعة من قلاع الثوار أبت إلا أن تكون لها بصمتها الواضحة هذه السنة عبر تظاهرات ثقافية جامعة للفنانين لبث رسائل تحاكي معاناة أطفال غزة. نلتقي لنرتقي مع الفنانين وكل واحد عنده لمسة وكل واحد وكيش يعبر. هي رسالة كانت واحدة، كل واحد كانت عنده طريقة في التعبير على الرسالة، تمثل القضية الفلسطينية والمعاناة نتاع الشعب الفلسطيني يعني من جراء العدو الصهيوني. رسالة الصورة، رسالة الريشة، رسالة المسرح، رسالة الأنشودة،
فكل هذه فكل يقاوم بآلته بفنه بحرفته بصنعته. نعم هذه رسالة ورسالة قوية جدا. نطلب من كل الفنانين الجزائريين أينما حلوا أينما كانوا أن يساهموا بالريشة وباللون من أجل نصرة القضية الفلسطينية. ويبقى الفن إحدى الأدوات التي تسهم في تهذيب الذوق العام وصقله لدى الإنسان لتسمو به إلى القيم الجمالية الإيجابية. بلمسة فنية إذن نختم نشرتنا لنهار اليوم. شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.